اللي موجودة معانا النهاردة، وهي حكاية بتخصنا كلنا. أنا شخصيا يمكن أكون مش ناجحة قوي في اللي هقولكم عليه، لكن هتعلمه معاكم النهاردة. أسعار الكهرباء، أعتقد معظم الناس بتيجي تتكلم وتقول الفاتورة أكبر من استهلاكنا بكتير جدا، العداد بيقرأ أكتر من اللي أنا بستهلكه، رغم أن أنا غيرت العداد لعداد إلكتروني مسبق الدفع، فمن المفترض أنه يكون دقيق في أنه يطلع القراءات صحيحة وتحاسب على اللي أنا بستهلكه بس. وما الفاتورة الكبيرة دي جاية منين؟ الناس بتصرخ لأنها بتدخل في شرايح أعلى أو بتدفع في شهر أعلى من شهر، رغم أن استهلاكهم ما يوصلش للي هم بيدفعوه ده خالص، أو أن استهلاكهم ما اختلفش. إحنا سألنا نفسنا زي ما أنت كل واحد فيكم بيسأل نفسه، ممكن نحل مشكلة الاستهلاك دي ودخولك في شرايح أعلى إزاي؟ هل فعلا في حل سحري؟ ولا في سر بيخلي العدادات تاخد الارقام الاعلى والشرايح الاعلى؟ طب السر ده ايه؟ وممكن يتظبط؟ يعني ممكن يكون في خطا ما في طريقه تعاملنا مع العدادات مسبقه الدفع دي علشان كده بيحصل الاستهلاك العالي ده؟ احنا طرحنا السؤال وهناخد الاجابه. هناخدها من السيد الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده اللي معانا على التليفون. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور ايمن. اهلا بيك يا فندم، تحياتي لحياتك وتحياتي للمتابعين الكرام وتحياتي للسؤال الهام ده. طيب احنا كده في انتظار الاجابه، ايه اللي بيحصل بيخلي عدادات الكهرباء الالكترونيه الدقيقه جدا تعمل قراءات اعلى من معدل استهلاك الناس؟ طب خليني يعني لو سمحتي لي اصحح بس الجمله في حته معينه، ان هي هي مش بتحط اكتر من الاستهلاك المواطن. خلينا اقول ان هو ليه احنا احيانا استهلاكنا بيعدي اللي احنا متوقعينه او اللي احنا حاطينه في الميزانيه بتاعتنا، لان ده مرتبط يعني مش مرتبط بعداد عن عداد، يعني يمكن عداد مسبوق الدفع ده في ميزه مهمه جدا جدا، ان هو اول باول بيبقى بيبين في الشاشات بتاعته هو انا في انهي شريحه، استحبت قد ايه، فاضل لي قد ايه من الفلوس اللي موجوده، خدت كام كيلو وات موجود لغايه نهايه الشهر وبعد كده، او نهايه فتره المحاسبه وبعد كده بيبدا يعد تاني من اول كيلو. احيانا زي ما حضرتك اشرتي الواحد بيقول طب انا شحنت انا كنت بشحن ب 100 او ب 200 او 300 وكان بيقعدوا معايا في الشهر، النوبايه دي ما قعدتش، لا ده لقيت ده دخلني شريحه ثانيه غير لما تدق العداد ده بيسجل حاجات على مزاجي. طبعا لا، العداد اللي هو مسبوق الدفع ده مبرمج على نفس الشرايح وطريقه الحساب بتاعه الاستهلاك، وفي نفس الوقت بيحسب بدقه كل كيلو وات الانسان او الشخص نفسه بيستهلكه. ولكن احنا في ممارسات معينه احنا بنعملها في بيوتنا وفي منازلنا ما بناخدش بالنا منها، وديت يمكن احنا بنقول يعني لفظ كده اهوت بنقول ان ده بيسرق كهرباء مننا واحنا مش حاسين. زي ايه يا فندم؟ او بمعنى ان احنا عندنا مثلا ان احنا نسيب الاضاءات موجوده في البيت كلها مضاءه وانا مش محتاجها، بنسيب الشواحن بتاعة التليفونات كلها في مصدر الكهرباء، الأجهزة الكهربية كلها تلاقيها موجودة في مصدر الكهرباء، التلفزيونات، الكاتل، حتى وإحنا مش مشغلينها، يعني الفيش محطوطة بس هي مش شغالة، بس ده بيستهلك كهرباء. حضرتك عايز تقول طالما الفيشة محطوطة معناه إنها بتسحب كهرباء. يبقى معنى كده يبقى أول نصيحة، أي جهاز كهربي أنا مش عايزه أو مش محتاجه أفصله من مصدر الكهرباء. تمام. طب التلفزيون اللي هو بيتطفى بالريموت، لا، بنقول من فضل حضرتك تقيم مصدر الكهرباء، شيل الفيشة، يا اما مثلا توصله بمشترك ويكون المشترك ده فيه الجزئيه بتاعت انك تفصل منه او بزرار اون اوف او يعني تشغيل او تشيله من مصدر الكهرباء. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الحاجات اللي هي بنستخدمها كتير قوي ودي موجوده في الكهرباء على طول، زي ما الثلاجة ديت برضو احنا بنحطها في مكان بيبقى ملاصقة للجدران للحيطة، وديت من غير ما نحس الوضع ده بيخليها تستهلك كهرباء اكتر لانها بتسخن فبتعمل اكتر، ولا علشان سبب تاني؟ لان هي حتى الشركة الصنعة بتبقى حاطة ابعاد معينة
تبقى بيقول لك ان هو ان خلي يعني على الاقل تبقى في مسافه ما بين الثلاجه وما بين الحيطه حوالي مثلا 15 سم او 10 سم، بحيث ان هو دوت هيقلل لي من الاستهلاك وضبط درجه الحراره المناسبه بالنسبه لي للصيف والشتاء، وكمان فتح وقفل باب الثلاجه. يعني حتى زمان واحنا صغيرين كان لنا ما تفضلش تفتح وتقفل في الثلاجه باب الثلاجه، ولا تسيب الباب مفتوح وقت طويل. مثلا واخد بالك حضرتك، حتى في اجهزه دلوقتي بقت اجهزه كهربيه، ودي من ضمن بقى النصايح برضو المهمه جدا جدا، لما اجي اشتري جهاز كهربي يخلي بالي قوي من الملصق اللي موجود على الجهاز ده. بمعنى في ملصقات بتبقى اللي هي فيها A وB وC والدرجات اللي هي بتبين لي مدى كفاءة استخدام الطاقة بالنسبة للجهاز، يعني لما بيكون السهم أخضر واللي هو في الملصق ده اللي محطوط على الجهاز، الملصق ده في جهات مسؤولة في الدولة هي اللي بتدي الشهادة ديت الملصقة على الجهاز دي، مش اللي هي خاصة باستهلاكه للكهرباء. إن الجهاز بيديني الكفاءة المطلوبة، كفاءة عالية باستهلاك اقل من الكهرباء، وده مهم جدا. الحاجه الثانيه، اي جهاز كهربي بيسخن بيستخدم في التسخين مفيش داعي ان انا او احاول ارشد استهلاكه. ومن ضمن الحاجات اللي احنا ما بناخدش بالنا منها قوي موضوع الغسالات الفول اوتوماتيك والغسالات الاطباق. غسالات الاطباق. غسالات الفول اوتوماتيك فيها برامج فيها تسخين. لو انا مش محتاج البرامج ديت مفيش داعي ان انا اشغلها. احنا داخلين على الشتاء، الجزء الخاص بتشغيل السخان، اسيب السخان شغال طول اليوم يبرد ويسخن ويبرد ويسخن، او استهلاك كهرباء على الفاضي، يسخن درجه حراره عاليه جدا وبعد كده ابردها، دي مهمه جدا. انا برضو قبل ما احتاج او استخدم الميه السخنه اللي نازله من السخان اشغل السخان قبلها بنص ساعه ثلث ساعه، يعني هيوصل درجه الحراره المطلوبه. الاجهزه اللي هي اللي بتسخن زي الكاتل او الغلية بتاعت الميكروويف، الكاتل، المكوى، الافران الكهربيه، المكوى مثلا، المكوى الكهربيه، طالما حكمي حاجه يبقى انا اجمع الهدوم مره واحده واكويها مره واحده. نفس الحكايه بالنسبه لغساله الاطباق، لو عايز اغسل حاجات فيها يبقى اجمع كل حاجه مره واحده، ما اغسلهاش على فترات متعدده وبالتالي تستهلك كهرباء كتير. طيب دي كلها اشياء خاصه باستخدام وترشيد الاستخدام والتعامل معاها، لكن انا كنت عايز اخد حضرتك لجزئيه ثانيه. معظمنا اللي بيتعامل مع العدادات الكهربائيه مسبقه الدفع او الالكترونيه ما عندوش فكره على ان فكره ضبط التاريخ والساعه بيفرق في حساب الكهرباء، وفي حاجه اسمها الساعات الصديقه، يعني مثلا المصطلح ده ما كنتش اسمع عنه قبل كده، يعني فكره ان في ساعات معينه القراءه فيها مختلفه، الليل غير النهار، ايام الاجازات والعطلات الرسميه غير الايام العاديه، فحضرتك لو توضح لنا اهميه ضبط العدادات تاريخ وساعه على التاريخ والساعه الصحيحه هيفرق قد ايه في قراءات الناس. هو الاوقات الصديقه ديت بتبقى مهمه في ان الرصيد لما بيخلص، لو هو طبعا قبل ما بيخلص الرصيد بيبقى في انذار سواء بالصوت او بالضوء، او يعني بيبقى في لمبه بتبين ان الرصيد بتاع اللي انا شاحن بيه العداد قرب يخلص. فلو انا ما خدتش بالي والرصيد خلص، في اوقات بيسموها اوقات صديقه، يعني ايه؟ لو خلص الرصيد دوت خلص خالص في من الساعه 5 بالليل لغايه ثاني يوم الساعه 10 الصبح، او في العطلات الرسميه او في الاجازات، الحاجات ديت الاوقات دي بيسموها الاوقات الصديقه. الاوقات الصديقه ديت ما هو العداد مبرمج حسب التوقيت اللي يعني ظاهر على الشاشه اللي هو مبرمج عليه، فهو بيحسب بيقول لك ان الساعه دلوقتي كذا، فبالتالي هو مبرمج ان طالما ان الساعه 5 لغايه ثاني يوم الساعه 10 صباحا، 5 مساء ل 10 صباحا، لو خلص الرصيد انا مش هفصل العداد. ويمكن يعني في جزئيه ديت احنا اضفنا خدمه جديده ان ده من العدادات اللي هي من 2019 وبعد كده دوت، ان لو الرصيد خلص في اي وقت بقى ممكن لو انا حطيت الكارت في العداد مره ثانيه وشلته يديني 48 ساعه زي سلفني شكرا كده، يشتغل بيها ولما يشحن الرصيد للكارت يتسحب منه الجزء اللي هو استهلك الجزئيه دي. انما برضو عايز اطمن الناس، موضوع ضبط الوقت والحاجات ديت ملهوش دعوه خالص بموضوع حساب الاستهلاك. يعني بمعنى تاني، لو انا ليا في العداد 30 يوم او
31 يوم او 8 يعني الشهر، حسب الشهر، حسب الشهر ده 28 30 31، فبالتالي ضبط الوقت دوت بتبقى للشهر دوت او فتره المحاسبه دي اللي بتتم حسب محاسبتها، هم دول 30 يوم. على حسب ال 30 يوم بعد ما بيخلص بيرجع يعد تاني من اول كيلو. وده شيء يعني ده شيء محتاجين معاه ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه ضبط العداد، وان اذا في حاجه فيه مختلفه. واسمح لنا دكتور ايمن، لو هو سهل جدا ان هو لو في اي حد الوقت او التوقيت بتاعه مش مظبوط يتصل بالشركه اللي تابع ليها ويقول انا عايز الفني عشان يظبط او فحص ليه الضبط الوقت والتاريخ. طب ما تخلينا نعمل الخدمه دي عامه بدل ما يبقى فرد يا دكتور ايمن، كاميرا حديث القاهره تكون عندكم ونصور ده كيفيه الضبط واحنا نعرضه عندنا هنا في البرنامج، خدمه لكل الناس، فيديو من كاميرا حديث القاهره ويتعرض لكل الناس، وبعد كده اذا في اي استفسارات اخرى يتم اللجوء للشركات التابعه ليها. نعم باذن الله ان شاء الله. يشرفنا جدا دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، شكرا جزيلا. يعني احنا مدركين قد ايه الحاجات البسيطه دي بتفرق معانا وبتفرق في الميزانيات، لكن خلينا المره الجايه ان شاء الله يوصل لنا الفيديو نعرضه على حضراتكم مباشره ونتاكد كلنا من ضبط العدادات بتاعتنا.